معلومات عائلية، إيه الجملة المكررة من مامتك في البيت وإيه الجملة المكررة من مامتك في البيت؟ أيوة اضحكي اضحكي بس هاخد إجابتك حالا. هات يا موجة. كل ده؟ دي جملة كبيرة جدا. كل دي جملة؟ ياه واضح إن إحنا عندنا كلام جميل. مدام منال، إيه جملتك المكررة في البيت؟ سيبي الموبايل. سيبي الموبايل. بتكملها بتكملها. ولكن موجة عندها رأي تاني. إيه؟ اللي يشيل قربة مخروبة. اللي بيشيل قربة مخروبة. هذا المثل. بتخر على دماغه. ما هي بتكملها كده، سيبي الموبايل واعملي كذا، ما عملتش، انت حرة اللي بيشيل قربة مخروبة. للأسف الشديد مش هقدر أحسب ده هدف، ولكن عرفنا مامتك بتقول إيه. اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. طيب ياه فعلا طول الوقت بتقول كده؟ جدا. بتقول إيه يا مدام مونت؟ كولي كولي طول الوقت لأنها مش بتاكل كويس. اسمعي الكلام قومي كولي. هحسبها لك صح يا مدام مونت.